يا سلام، شوف 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 ما شاء الله، شوف المنظر، شوف الجمال، شوف الإتقان، شوف الألوان، شوف الحركات، شوف الإبداع. يا الله يا سلام، شوف 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 صاحبي ولا بتلاقيه بلا غادي يوريها الغابة. سير سير ولا ماشي يوريها الغابة، غادي يوريها الأرض في غادي يوريها الغابة اللي خلى لي جدو، غادي بيتيا بيوري هذيك الأرض، بيقول لي هنا فين غنبنيو الدولة ديال المستقبل ولا شي بلا إن شاء الله من السكة ديال الله. ما فهمتيش باش غادي هو وياه تما بيوري الأرض اللي خلى لي اللي خلى لي جدو. ما كتعرفوش واحد الحاجة لاحطها فيكم الدراري، ما تقلقوش مني كلشي. ما كتعرفوش دوزو خبز كديروا لي صاحبي ماكلة المرقة ولا ما عرفتش شنو ترى بيض هذا كتغرقوا ديال ما تلزدق لك راه انا نجمجر ديال ما حكوا دوزو خبز كل ساعة الصباح ولا غنقلب ديال المغرب والمانا هذا ودوزو خبز كديروا بالعين شو الاخر من جر شو الاخر من جر هادو يلا حطيتو دغاميكم وشو انا فين باقي هاد الدغمان صافي ولا غنعود نفطر بوحدي. السلام عليكم طم ما عشية تم تنص مرة عمر كاتين دير قميق بالاخر من ينجي مغنى فوتا لعن تسبناها ما قلت ترى غير رون ما بحق اخر فسها انا كان اقول لك اسمح لينا دا اخوي صح اسمح لينا يقولوا بشوية صح هل كان صح فيه قد قولي اسمح لي راك انا دار معاك دوز خبزك اسم محمد تو دوز خبزك تم دين بحل جيفة فليستر اشتر صبر ابقى كاكا عليا غدا نطرب دين تقول مخد بلا كامل طرد عافيت صاحبي معاك برد عافيت صاحبي الله يتعرف من يد العزاب هذا وحق الله تدوز صاحبي خبزك راه الخبز هو المهم الخبز هو المهم ماشي الابيض والكاشير الخبز من نقص ياكل الخبز باش يشبع ما توش لا ما غيسني وبصري اختي واش غير راجلي اختي ولا رجالتكم هالعرختي لما تطمنوني في لي كومونتير وقولوا لي حتى رجالتنا راه ما يمكنش اختي تخيلي قلت لك اختي جوج اونس ليل اختي وتشهى لي الطاجين عرفتي اختي هو يحلف وانا نحلف اش غنديروا اختي غير الصبر ما عندنا ما نديروا اختي انا بعدا ما بالي طراج بلي بعدا غير جوج عيالات ملي بانوا لي تما على كاين شي راجل تيضرك وتيبين مرضو ما طرش لي تما والو هذيك هذيك الساعه تاع الراجل هو اللي تيبان والمراه تضرك ده ولا العكس المراه تتبان والراجل تيضرك Este perrito se parece a la tía. Yo soy Porfirio el perrito negro. Agárralo, agárralo otra vez, agárralo. سما انا ماشي بنادم انايا دابا خوتنا الجزائريين شادين هذا الفيديو هذا دايرين بحاله تما زعما علاش لا الملك ومشى سلم على الرئيس ديال فرنسا وهو مرتو هما الاولين عاد من بعد رجع وسلم على الملك وهما ما عارفينش بان هذا راه بروتوكول هو كيسلم على ضيافهم الاولين عاد من بعد كيسلم على الملك حنا في العائله المغربيه ديالنا ملي كتدخل للدار وكتلقى الضياف واش كتمشي تسلم على باك وعلى امك وعلى خوتك هما الاولين عاد كتسلم على الضياف لا كتدخل كتسلم على الضياف هما الاولين عاد من بعد كتسلم ديك الساعه على الوالدين ديالك ولا الخوت ولا الخواتات السريعه السريعه من دوار الصحاوه واخترت الشميش انا امك شوفي مولاي ادريس اش تاكل ولا ياكل الكحول العكر عافيه الكحول العكر الله يحرق لامك الوالدين والله يحرق الاصل امك الوالدين اللي ولدك وما ربيتش
الله ينعجي دوك وجد الحمار اللي حطاتك اخطرت الرجال. هانا وليدي كولوا مرحبا بكم. صافي الوالده مرحبا سديتي لهم الشاي صافي كاع ما ياكلوا. مرحبا انت محسن ها رشيد ها يونس ها عبد الرزاق مرحبا مرحبا شحال عبد الرزاق شحال شحال حنا كنديرو جدجد عروسه مسكينه تلقى قفزات من بلاصتها دابا شوف الله يكمل بخير الله يجعل كل شيء بارك مسعود واحد اللعيبه ما قدرتش ما نعاودهاش ليكم مشيت درت ليسونس دابا نزيد لي في ستاسيون شاف لي قال لي فين اخويا بخير كل شيء مزيان ويقول لي شتي هذاك قال لي الكره الذهبيه قلت لي اه قال لي عطاه ولدك خينا قال لي رودري ولا مع بيدرو قال لي ماشي هو اللي كان خاصو ياخذ قال لي دوك عنصريين قال لي والله تاع عنصريين قال لي ماشي هو اللي كان خاصو ياخذ هذاك الكحل قلت لي تقام ديال اللوجيك ديال العنصر اكبر عنصر الى تحسب هذا من تيكري هذاك الكحل قال لي الكحل بانه هو اكبر عنصر هذا المغاربه على معاك الله التلفازه خصها مثلا تاخذ راي تقول لك مثلا ايه انا ما عنديش مشكل هذا انت جدا ولكن هذا العام الا خدم هذا السيد في مسلسل خلي الاخر يخدم حتى هو خلي حنا ما كنقدموش موليير ولا هاملت ولا ادوار ممكن يؤديها اي واحد علاش هما تياخذوا هاد المؤثرين والمؤثرات لاسباب تعرفها واعرفها ولا داعي لذكرها باغيين يقلبوا على الباز وباغيينهم انهم يهضروا عليهم يقدروا يجيبوا غدا امي السعديه وولد الشينويه وطالوني ويدوزهم علاش باش يقولوا راه التلفازات العريشه راه كيشوفوها الناس عنده الحق في الهضره اللي والله يتعدوا الحق الو السلام عليكم السلام عليكم لاباس لاباس عليك لاله ربي يخليك الله يحفظك الله يحفظك ما كنسمعكش اختي انا البنيته ديالي بغات نتزوج مع عندكم ان شاء الله الهضره اللي كنبغي وكنت هضرت لكم ذاك السبت الاخر وفهمتي دابا انا هضرت لكم السبت هذا مرحبا الله يرحم والديك بنيتي عندها 25 عام بغيت ليها شي راجل من 25 حتى 34 عام وبغيت يكون عنده الدار لكن الخدمه زعما الخدمه فاش ما جات الله المهم يكون قد المسؤوليه كيفاش يكون عنده الدار؟ زعما يكون بدويرته فهمتي ماشي كار يعني يكون بالدويره ديالو يكون قد المسؤوليه ديالو بغيت نسولك اختي نعم اسيدي درت شويه انا وياك شي شويه ممكن؟ اييه مرحبا الله يحبك غادي نسولك واحد الاسئله وجاوبيني تقليد على رقبتك وما تجاوبيني غير بالحقيقه مرحبا نهار كنتي انت تجوجتي تجوجتي راجلك بداره ولا كان كاري؟ لا انا كنت مع امه مع الوالده ديالو ما كاري ما داره ياك؟ لا مع الوالده ديالي لكن دار دابا انا اللي كنهضر معك انا اللي كنهضر معك انا عزيز عبوبي المشهور اللي كتعيطوا لي في التليفون وهذا يا رب انا اختي راه غير كاري دابا انا غير كاري قسما بالله ما هذا كاري ما عندي دار ما عندي دوار كاري وكل خطره كنرحل العماره في رشقات سكن في ساتيام ايطاج سكن بروميير ايطاج عماره فيها الكراج دابا الا كنتي انت كتشرطي على بنتك الدار علاش بغيتي الدار؟ علاش زعما الا كان كاري وقاد براسو علاش غادي هذيك الدار بغيتي يكتبها لها بسميتها؟ لا وهياش دار شنو زعما الاستقرار شوف بنت الناس نقول لك واحد القضيه انت ام وغادي نعتبرك اختي الله يرحم والديك بنتك كتقلب على سعد ماشي الدار ولا لاباس عليه ما كرهناش ولكن كنقلبوا على راجل راجل هي سمعيني
اللي يحميها فوق الشده وما يدوزهاش فوق المرض ويردها ناديك في حضوره، وهي تكون انثى في حضوره وراجل في غيابه. الراجل اللي يسكن معاه تسكن معاه ما تخافش، حيت تقدر تسكن مع راجل شماته في قصر وراجل شماته في فيلا ودير لها العجب المتعجب، وتسكن مع راجل كاري ولا راهن ما يدوزهاش وياخذ لها حقها. حنا العيالات تيقلبوا على راجل ديار بصح، الدار تقدر هاد البنت تدخل عليه مباركه مسعوده ويدير جوج وتعاونوا. انا بالحق من حقها، انا ما كون قلتي لي بالفيلا ديالو نقول لك مرحبا، كون قلتي لي بثلاثه طوموبيلات ولا بيسين نقول لك مرحبا، من حق بلاد بلادي يتزوجوا. ولكن انا ما بغيتش يكون شروط تعجيزيه ما يعيط حتى شي واحد لهاد البنت يقول لك انا بداري، نعطيك على لا راجل بدارو بلا ما تعيطها في الراديو، ولكن انا عارف اخلاق واش غادي يدير فيها. لا حنا بغينا شي ولدنا يكون مزيان. قلبوا شوف الله يحبك، قلبوا على راجل عنده الاخلاق يحترمك ويقدرك انت كأم وبنتك، يسعدها ويلطف بها ويرحمها. اما فاش تكون دار دار راه كاينه، شوفي كذب عليك الكذاب، راه كاينين الطماعات، امهات طماعات، داك الشيء اللي ما دوزاتوش الام كتبغي تدوزو مع بنتها، تشوف بنتها مدوزه، ولكن راه بنتها مدوزه المحنه في احسن فيلا في العالم، في احسن طوموبيل راكبه قسما بالله، الا كتطلب السله بالعنب. كاينه وكنعرفهم انا، كنعرفهم شخصيا، طالبين تلاقوا ما وصلوش. كاينه السله امها كتعاني. برافو عليه، والله ما عندي ما نقول. صراحة سمعوا مليح مزيان. انا الحاجة الوحيدة اللي بغيت نقول، علاش هاد الامهات ولا هاد الوالدين كيزربوا على بناتهم؟ البنت باقية عندها 25 سنة، علاش انت نايضة انت هي كتعيطي في الراديو تقول بغيت نتزوج بنتي؟ بلاد البنت تقلت عليك، خليها تو كان يجي رزقها تلعن طال الدار، معززة مكرمة، ماشي تعيطي ليها في الراديو ويبقاو الشمات يعيطوا عليك، كل واحد بغا يتفلى شي بغا يدير شي بغا يفعل شي بغا يترك. مالكي لهاد البنت كاع رخيص عليك حتى للدار تبقى تبيعيها بهكا حشومه، شوفي حتى حشومه بالله. هنا الخوت نكون وصلنا لاخر الفيديو، الا كثر من الابطار بقيتو حتى على الدقيقه هذه ما تنساوش تخليو لي معكم شير لايك الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تاكدوا بانكم مشتركين في القناه ومفعلين معكم هذاك الجرس باش الا كان شي حاجه جديده توصلكم نتوما الاولين. فعلوا الخوت مع الفيديو، خليو لي تعليق زوين عليكم، طلعوا فرصكم طلعوا فريدكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر. السلام عليكم.